بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الاقتداء. الاقتداء قد يكون اقتداء حسنا، قد يكون غير ذلك. كل ما يقتدى رسول الله صلى الله عليه وآله به كله من التأسي الحسن، من الأسوة الحسنة. كل ما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، كل ما يقوله رسول الله، كل ما يقرره رسول الله، هذا حسن وجميل. والتعلم منه والتأسي به يكون تعلما حسنا، تأسيا حسنا. فهو صلى الله عليه وآله يكون أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من التعبير مع علامة التأكيد وكلمة قد وكان لكم، الجملة الفعلية لكل واحد من ذلك يدل على التأكيد، يدل على المواصلة، يدل على الاستمرار. بعض هكذا، بعض هكذا. الله تعالى يحرض الناس أو المؤمنين أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الخط العام. الإنسان يكون له عزم وإرادة وتصميم على أن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قول أو فعل أو تقرير أن يتبعه، أن يعمل به. كل في إطاره فيما يمكنه ذلك. وهذه الآية الكريمة تشير إلى الألوف والألوف والألوف مما صدر عن رسول الله من قول وفعل وتقرير صلى الله عليه وآله. بعضها في العبادات، بعضها في الأمور المرتبطة بالعائلة، بعضها في الأمور المرتبطة بالاجتماع، بعضها في الأمور المرتبطة بالسياسة، بعضها في الأمور المرتبطة بالاقتصاد، بعضها في الأمور المرتبطة بسائر ما يرتبط بالإنسان من قريب أو بعيد. في مجال الشباب، في مجال الكهولة، بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء، في حال الفرح، في حال الحزن، في حال الغضب، في كل الأحوال وكل الملابسات. من ذلك في الأمور الاجتماعية رواية مروية بأسانيد عديدة في الأصول الأربعمائة، في بعض الأصول الأربعة مذكورة هذه الرواية، ومروية في كتب المتقدمين، كتب متعددة، بعضها مروية عن الإمام الباقر عليه السلام،
بعضها عن الإمام الصادق عليه السلام، ومن ذلك ما نقله الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، كتابه الروائي المفضل بين كل كتب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. مضمون الرواية هكذا: أن شخصا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله واستعطى النبي، طلب من النبي المساعدة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن عنده شيء، وكان عنده، يظهر من الرواية، مجموعة من أصحابه، فتوجه إليهم وقال لهم: هل من سلف؟ هل هناك شخص يعطيني سلف، يعطيني قرض، يسلفني شيء حتى بعد ذلك أرد عليه؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال له النبي: أعطه 4 أوساق تمر. الوسق تقريبا يعادل 200 كيلو تقريبا، شوية أقل، يعني قريب 800 كيلو تمر. أحد الأنصار كان هذا الرجل، فقام وذهب وأعطاه 4 أوساق تمر. تمر في الاصطلاح العربي يقال للتمر اليابس، اللي عادة كان يدخر في البيوت شيئا فشيئا، يستفيدون من العوائل، أحيانا خبز أكو، أحيانا ماكو، أحيانا لحم أكو ماكو، التمر مادة غذائية وسابقا كمادة مستقلة كان يستفاد منه ولا يصيبه الفساد لأنه يابس، أحيانا السنوات أم يبقى لا يصيبه شيء. راح وأعطاه، وفي بعض هذه الروايات أن هذا التمر 4 أوساق كان كل ما عند هذا الأنصاري في بعض هذه الروايات، أعطاه بعد ما عنده شيء، هسه لعله شيء بسيط عنده، يعني هو بقي معطل. زوجته قالت له: اذهب وأطلب من رسول الله، ما أسلفت له، ما أعطيت. جاء إلى رسول الله وطلب، قال: رسول، يا رسول الله، السلفة، ما كان عنده شيء يعطيه، لعله بعد غدا أو بعد غد، مو مذكور، ما شايف أنا بالرواية بعد كم فترة جاء إلى النبي. رسول الله قال: يكون إن شاء الله، يعني إن شاء الله يصير عندي وأنطيك. هذا الرجل راح مرة ثانية، جاء إلى النبي هسه بعد أي كم يوم، النبي قال له: يكون إن شاء الله. وفي بعض الروايات مرة ثالثة جاء أيضا بعد فترة، النبي صلى الله عليه قال له: يكون إن شاء الله. حتى في يوم من الأيام ابنه قال له بالبيت: احنا كل شيء ما عندنا، عائلة كان عنده زوجة أولاد، هذا هم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، السلفة. قال: يكون إن شاء الله. قال: يا رسول الله، متى يكون؟
يظهر أن هناك في نفس الموقف أيضا مجموعة من الأصحاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجه الرسول إلى أصحابه وقال: هل مضمون الحديث، هل من سلفة؟ واحد قال: نعم يا رسول الله. قال له النبي: كم عندك؟ إيش قد عندك تسلفني؟ قال: إيش قد ما تريد. فقال له النبي: أعط هذا 8 أوساق. قال الأنصاري: يا رسول الله، أنا سلفتك 4 أوساق. قال صلى الله عليه وآله: هو 4 أيضا. وذهب الشخص الثاني وأعطى لذلك الرجل 8 أوساق من التمر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إيش نتعلم من هذا؟ دروس كثيرة كثيرة، منها أن الإنسان كما هو عندما يحتاج يتسلف، يقترض لنفسه، لعائلته، لواجب النفقة، لضيوفه، جاء ضيوف ما عنده شيء يسوي ما يروح يتسلف، تتسلف. كذلك المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هذا الكبرى الكلية على الاصطلاح العلمي. كما الإنسان يتسلف لنفسه يتسلف لآخرين. رسول الله أسوة يتأسى الإنسان به. ومنها ومن العبر أنه هذا كان، لنفرض هذا الرجل اللي استعطى رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم كان محتاج إلى 4 أوساق، قريب 800 كيلو، لعله 5 كيلوات أكثر أقل كان يوفي هذا اليوم. لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه 4 أوساق؟ هسه عائلته ايش قد كانوا ما ادري، هذا اكيدا فعدة اشهر كان يعني استغنى لعدة اشهر او لسنة ربما. في بعض الاحاديث موجود بالنسبة للفقير: اذا اعطيته فاغنه. هذه هم عبرة ثانية، من يعمل بهذه العبر؟ من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله هكذا؟ كل واحد منا يعزم بمقدار ما يمكنه. العبرة الأخرى في الفقه موجود هذا المسألة في كتب الفقه نتيجة للروايات، طبعا ما أخذ من الروايات. يكره الدين، الدين كخط عام مكروه، واحد يقترف هذا الخط العام. أما هناك مزاحمات توجب صير سبب، تكون سببا لوجوب الاستدانة كواجب النفقة وأمثال ذلك، الإنفاق على واجب النفقة كالإنفاقات الضرورية. فهذا مستثنى. وهناك موارد مزاحمة لتلك أهم فلا تكون مكروهة. وهذا الذي ببالي أنا وقد رأيت في تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد وهو مديون، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه استشهد وهو مديون، والإمام الحسن صلوات الله عليه استشهد وهو مديون،
والإمام الحسين صلوات الله عليه استشهد وهو مديون، وعدد أيضا من الأئمة الآخرين صلوات الله عليهم أجمعين اللي أنا رأيت أنهم استشهدوا وهم مديونون. سمو لازم الإنسان عندما يقترض ويستدين لأمر واجب أو لأمر مستحب أن يكون له الوفاء. إذا ليس له الوفاء يعني ما يدري هل يحصل عندي ولا. إطلاقات الاستحباب للاستدانة للمستحبات وللاستدانة للآخرين، ما الذي يعارض هذه الإطلاقات؟ هل هناك مقيدات لها؟ هل هناك مخصصات؟ لا. إن لم يكن لنا دليل إلا هذه الرواية وهناك أدلة أخرى أيضا يكفينا في استحباب الاقتراض للمؤمن. نعم الإنسان ما عنده وفاء من نفسه ربما، أما يستطيع أن يقترض قرضا آخر من آخر لوعد لأن يوفي قرضه. نعم في العديد من علمائنا الماضين ومراجعنا رضوان الله عليهم كما ينقل في تاريخهم هذه الخصلة اتخذوها من رسول الله صلى الله عليه وآله، تأسوا برسول الله فيها، ولذا العديد في تاريخهم ذكروا، وأنا رأيت مجموعة منهم عشت أيامهم وأتذكر أنهم ماتوا وهم مديونون، أحيانا بعضهم مديون كثير عندهم كما مذكور في كتب تراجم العلماء أحيانا هذا النمط هذا النوع. وهذه عبرة. ومنها من العبر أنه من المستحبات إذا الإنسان اقترض عندما يوفي القرض يؤدي الدين يستحب أن يضيف له. الإضافة بشرط، هذه ربا وحرام، أما بدون شرط تبرعا هذا مستحب. ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يؤدي بدين آخر مضاعف أدى، قال استدان رسول الله 4 أوساق ورد عليه 8 أوساق. حقيقة لو هذا الأمر يتمشى في المؤمنين ولو بالنسبة 10% 20%، ألا يتشجع الناس الذين يمكنهم على القرض أن يقرض المحتاجين؟ هذا الذي نعيشه اليوم في عدد من البلاد الإسلامية وفي عدد من المجتمعات الإسلامية مع شديد الأسف، أن الشخص يريد أن يتسلف والآخر عنده ولا يعطيه، لا بخلاً ربما، وإن كان مو صحيح هذا، ربما لأنه إذا سلفه ولم يتمكن من الأداء حتى بقرض آخر شوف شي يسوي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل أقوال وأعمال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، إلا ما خرج بالدليل مما هو مختص بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله أو مختص بالموارد الخاصة اللي تدل عليه الأدلة الخاصة. فمضاعف أعطاه، يعني مو فقط من 5 أوسق تقريبا 800 كيلو أعطاه 810 كيلوات و50 كيلو أو 900 كيلو، لا مضاعف أعطاه. هسه ذلك
التسلف الثاني، الاستدانة الثانية اللي رسول الله صلى الله عليه وآله استدان من شخص آخر، هسه ذاك متى وفى ما أدري، الحديث إلى هنا. من اليوم كل واحد منا، رجالا نساء كبارا صغارا، يعني مكلفين أو مميزين من مختلف الشرائح، الإنسان يعزم على أن يقرض ولو المحتاج، ولو بأن يقترض من شخص آخر، وإذا لم يستطع الأداء يقترض قرضا آخر. وأنا رأيت وعشت أفراد، ولا أزال أتذكر بعضهم، أنه أحيانا عدة مرات يقترض ليؤدي قرض، ويقترض ثالثا ليؤدي القرض الثاني، ورابعا ليؤدي، وهكذا. ولعل من هذا الحديث يمكن استفادة عدم خصوصية مرتين في القرض. إذا الإنسان عزم، الله سبحانه وتعالى أيضا يوفقه. ليس معنى التوفيق أنه لا يقع في مشكلة، أحيانا ربما يقع في مشكلة، أما هذا هو الخط العام. والله يختبر عباده. أشرف الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله، يريد أن يعطي لشخص فقير محتاج، استعطى رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول ما عنده، ثم يتسلف، ثم يريد أن يعدد ما اقترض، ما عنده مرة ثانية. الله يختبر عباده، يختبرنا أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتأسي برسول الله في كل قول وفعل وتقرير، ومنها هذا الأمر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.